السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وصحة وعافية. لا إله إلا الله، اذكروا والله وصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف حالكم يا الغالين؟ إن شاء الله أنكم بخير. بناء على طلب الكثيرات يقولون سوي لنا التلبينة النبوية يا ماما سارة، حنا عجزنا نضبطها بالشعير. طبعا في تلبينه جاهزه تنباع وفي الشعير العادي، لكن لازم يكون شعير عضوي طبيعي عشان نوصل للهدف المطلوب. التلبينه وصى فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول عليه السلام ما يوصي على شيء الا فيه فائده. يذهب الحزن، تذهب الحزن، تذهب الاكتئابات. الله يكفينا وياكم، قولوا امين. شر الاحزان، لا إله إلا الله. الحزن اللي من الفقد، مات أحد عزيز عليك، من الصدمات، من المصايب، الله يقول أمين. يكفينا وإياكم شر مصايب هالدنيا، ويخرجنا منها مؤمنين مسلمين، ويرزقنا إن شاء الله الصبر والاحتساب. هذه تجم القلب مثل اللي أحد خامة تخم القلب، تذهب الحزن، تذهب الاكتئابات، تذهب الهموم عند الصدمات، عند المصائب، عند الفقد، عند الأحزان. الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالتلبينة اللي هي أساسها هي دقيق الشعير. الشعير وش طريقته يا ماما سارة؟ أبشروا، أجيب قدر، بادية، حلة، أي شيء، لا إله إلا الله، أحط كاس حليب وكاس ماء. اللي ما يبي الحليب خواتي يقدر يحط كاسين ماء، اللي ما يبي الماء يقدر يحط كاسين حليب. ان شاء الله تكونوا فهمتون. قول حطوا واحد وواحد. جيبوا دقيق الشعير هذا العضوي الطبيعي، حطوا 4 ملاعق كبيره مليانه، شوفوا ها 4 ملاعق. طبعا ما في اي اضافات ولا شيء، دقيق خالص، شفتوه؟ حركوه وحطوه على النار لين يثقل، اذا ثقل عاد اكمل معكم باذن الله. شفتوا هنا حطيته على النار وحركها، لا تشيلوا يديكم منه عشان ما تحترق لين تثقل. شفتوا شلون بدأت تثقل الحين؟ للأمانة أنا زدت 3 ملاعق زيادة، يعني حطيت 7 ملاعق. أنتم على حسب اللي تبون، تبونه خفيفة، تبونه ثقيلة زي المهلبية، زيدوا. كل ما شفتوها يعني بالمرة سائلة زيدوا. أنا زدت 3 ملاعق عشان توصل لهالقوام هذا. شفتوا شلون ثقلت تبقبق؟ خليها تطبخ تقريبا 5 دقائق لين يستوي الشعير، بعدين انزله. شفتوا الان خلاص تقريبا صارت جاهزة. هذا هو القوام المطلوب، ما تصلح تصير خفيفة اخف من كذا. فالان بحطها بصحن واحط عليها الاضافات واوريكم كل شيء. طبعا انتم زيدوا وخواتي زيدوا لين توصلين هالقوام، توصلون الى من 7 الى 8 ملاعق تقريبا لين توصلون هالقوام هذا. الحين بحطه بصحن واوريكم كل شيء. شفتوا جيب الصحن، صحن التقديم، احط فيه التلبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا؟ بعدين اصب عليه عسل، حليب العسل، العسل الطبيعي، حلوه بالعسل الطبيعي. شفتوا؟ عاد ذروا عليه شوي حبة البركة زايد للفائدة، اللي حتى حبة البركة موصي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. حطوا بعد زيادة للفائدة الزبيب، هذا اللي ما يبيه الإضافات هذا لا يحط، بس يحط عسل وخلاص، مو بإجباري ترى، هذا كله اختياريات. حطوا لوز، أي شيء مفيد، ما في مشكلة تحطونه. شفتوا اللوز هذا؟ حطوا كذا. المرة التلبينة زي ما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يوصي بشيء ما منه فايدة أبد، يخم القلب، يهدي الرعاة، يطامنكم بعد الله سبحانه وتعالى. يعتقل أحد جاي وخامت ومطبطب عليك. احنا ما لقينا بهالدنيا أحد يطبطب علينا ولا يرحمنا، لكن الله موجود سبحانه وتعالى ووصاية الرسول عليه الصلاة والسلام. الله لا يخلينا منه يا رب العالمين، ولا يحرمنا شفاعته. هذه هي التلبينة خواتي.
شفتوا طريق تابلة مرة سهلة. الله يجعلها إن شاء الله فيها العافية والشفاء يا رب. شفتوا ما شاء الله شلون تنوكل.